نبدأ فقرتنا اقرأ الخبر. وبيلعب في الوقت الحالي الفريق مباراة ودية مع فريق شباب النادي 2003 طبعا داخل النادي، كمان هيكون في مباراة ودية تانية أمام فريق 2005 بعد قليل. طبعا المباراتين دول للوقوف على المستويات الفنية للاعبين خلال فترة التوقف اللي بنمر بيه طبعا وتوقف الدوري، استعدادا أكيد لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز. كمان فضل البرتغالي جوماز مواجهة فرق الشباب وديا لمتابعة طبعا العناصر المميزة بفرق الشباب. نروح بقى لتفاصيل ميران فريقنا الأخير امبارح، وعقد البرتغالي خوسيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق الميران، واتكلم المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية ووضح ليهم أن الفترة الحالية بمثابة مرحلة التعرف على لاعبيه للوقوف طبعا على المستويات الفنية لكل لاعب، وطالب الجميع باستغلال هذه الفرصة لحجز مقعده في التشكيل الأساسي. وأضاف المدير الفني أن الاجتهاد في التدريبات والتركيز هم أساس مشاركة أي لاعب في المباريات، وطالبهم ببذل أقصى جهد خلال التدريبات. كمان حرص الجهاز الفني للفريق على تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات خلال الفقرة البدنية، واللي طبعا خاضها اللاعبين خلال ميران امبارح يوم الأربعاء، وتولى جواو ماجل مدرب الأحمال بالجهاز الفني الإشراف على هذه الفقرة، واللي استمرت حوالي 20 دقيقة وتم خلالها استخدام الأدوات الخاصة بالتدريبات البدنية، بالإضافة أكيد لفقرة إطالات. وقام الجهاز الفني للفريق بإجراء تقسيمة مصغرة للمجموعات الثلاث تم خلالها التركيز على تدريبات التمرير القصير. كمان خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء الدين وعبد الرحمن نفاد حراس مرمى الفريق تدريبات قوية تحت قيادة البرتغالي لوي فيسانتي مدرب الحراس خلال ميران امبارح. وكمان حرص فيسانتي على تدريب حراس مرمى الفريق على التسديد من خارج منطقة الجزاء وكيفية التعامل مع الكرات العرضية، بالإضافة لبعض التدريبات الخاصة بسرعة رد الفعل باستخدام بعض الأدوات الخاصة بالفقرة. كمان خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي خوسيه جوميز فقرة فنية في الميران بمشاركة طبعا محمد عواد ومحمد صبحي ثنائي حراس المرمى، وشهدت الفقرة أداء اللاعبين بعض الجمل الفنية واللي بتنتهي بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة للتدريب على الكرات العرضية، ده طبعا تحت إشراف أحمد مجدي المدرب المساعد. وتولى كمان جوزيه جوميز الإشراف على مجموعة أخرى من اللاعبين، قسمهم لفريقين لخوض تقسيمة فنية في وجود حارس الشباب معاذ علاء الدين وعبد الرحمن نفاد. كمان وجه البرتغالي جوميز المدير الفني للفريق تعليمات خاصة للاعبي خط الوسط خلال التقسيمة الفنية اللي خاضها الفريق خلال ميران امبارح، وحرص جوميز على إيقاف التقسيمة أكتر من مرة، ووجه بعض التعليمات للاعبي خط الوسط بعدم ترك المساحات للاعبي الفريق المنافس خلال التقسيمة الفنية، وضرورة استعادة الكرة في أسرع وقت ممكن وإفساد الهجمات على مرمى فريقهم. وشهدت التقسيمة الفنية تخصيص المدير الفني لفقرة خاصة لتدريب على تسديد الضربات الحرة من خارج منطقة الجزاء، في طبعا وجود حائط صد بشري للوقوف على أفضل المسددين لضربات الحرة. ونختم الأخبار، وعقد البرتغالي خوسيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع ثنائي محمود علاء وسيف الدين الجزيري على هامش طبعا ميران امبارح، وحرص جوميز على توجيه تعليماته الفنية لثنائي الفريق لتنفيذها سواء طبعا بكيفية إفساد الهجمات للمنافس أو التحول من الدفاع للهجوم.